نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تحية طيبة لكم. تحت شعار نبي الرحمة هنا في جامعة الموصل تقيم العتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مع جامعة الموصل المهرجان السنوي الثاني لنبي الرحمة. هذه المهرجان تعزز بين نسيج المجتمع العراقي من شماله إلى جنوبه، حيث ستكون المهرجان كلمات وكذلك إقامة معرض على أرض جامعة الموصل، فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العلي العظيم وبه تعالى نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العلي العظيم وبه تعالى نستعين. والصلاة والسلام على سيد الأصفياء وتاج المرسلين حضرة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصحاب السماحة والفضيلة والمقام، أساتذة الفضلاء، أخوتي الأحبة، أخواتي الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لقد كانت حياة النبي الهاشمي صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بآيات الفضل المبهرة والشمائل المائزة المباركة والشواهد الأعجازية على أوحديته في المشروع الإلهي العظيم. بعد أن هيأه الله سبحانه وتعالى لمهمة جسيمة ودور فريد لا يقوم بهما غيره، فهو زينة جيد الدهر وواسطة عقده ومركز دائرة المآثر وجماع سلسلتي المحامد والمفاخر، فحل في الزمان محل الروح من البدن، واختزن صدره الشريف أسرار المسيرة النبوية الطويلة منذ بدء المواجهة مع مردة الكفر والنفاق، إذ تفجر غار حراء بنور اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبنى من تلك الرمال حضارة وقرب وجه الأرض من وجه السماء حتى صنع من التراب سماء، إذ أن شمسه دوما غنية بإشراقها وقمره أبدا مليء بمصباح النور يستضاء به في سواد الخطوب ويستجار فيه في كل نائبة تنوب. ولا ملامة إن قال قائل أن به صلى الله عليه وآله وسلم قد ختم العلم والحلم والكرم والسماحة، بل إن كل مكارم الأخلاق كانت بين يديه طائعة ولحركاته متابعة، وقد ارتقى العرنين الأعلى من الكمالات وذلت له العلياء صاغرة مذعنة وطأطأ له المجد انقيادا واستسلاما. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بالفكر الذي من أجله خلق الله الإنسان ليحيا كإنسان، يعمر الأرض وينشر الكلمة الطيبة ولواء السلام في أرجاء المعمورة، وتعزيزا لهوية الانتماء إلى وطن الحضارات والنبوآت العراق المقدس،
وتعميقاً لخطاب الأخوة الإسلامية والإنسانية والوطنية، تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة قسم العلاقات العامة مشروع فتية الكفيل الوطني، وبالتعاون مع رئاسة جامعة الموصل العريقة مهرجان نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم بنسخته الثانية على أرض مدينة الموصل العزيزة المعطاء. وخير ما يكون الشروع به دائماً بآيات بينات من الذكر الحكيم يتشرف بتلاوتها الدكتور عبد الملك سليمان محمد، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. وإلى شهداء مسيرة التضحيات في عراقنا العزيز، إلى الذائدين عن الحمى ببذل النفوس، إلى شهداء العراق كل العراق، نقف لنقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وبنفس الوقفة نستمع للنشيد الوطني لجمهورية العراق
ولحن الإباء نشيد العتبة العباسية المقدسة. أحسنتم كثيرا، شكرا جزيلا لكم. طابت لكم الأوقات في رحاب المبعث النبوي الشريف، في رحاب من أنقذ الرقاب من الذل وأخرج الناس والعباد من الظلمات إلى النور. وتأتي كلمة رئاسة جامعة الموصل العريقة، يتفضل بإلقائها جناب الأستاذ الدكتور منير سالم طه مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور أسامة المشهداني رئيس جامعة نينوى المحترم، سماحة السيد أفضل الشامي ممثل سماحة السيد أحمد الصافي المحترم مدير مكتب المتولي الشرعي، الأساتذة الكرام، القادة الأمنيون، شيوخ العشائر، رجال الدين، أعزائي طلبة جامعة وطلاب جامعة الموصل، في البدء يحلو لنا أن نرفع بوجوه الطيبين أعطر التحايا وأجمل الترحيب في حاضرة وحاضنة الجميع جامعة الموصل. أهلاً بكم في رحابها، وأنتم تحلون فيها أهلاً للدار لا ضيوفها، ونحن نعيش معاً أجواء المهرجان الثاني تحت عنوان نبي الرحمة، الذي تشاركت تفاصيله معنا العتبة العباسية المقدسة للمرة الثانية تحت لواء سيد المرسلين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة الكريمة تؤكد جامعة الموصل على أنها العلم والعمل والانتماء الحقيقي من خلال برامجها وانفتاحها على المؤسسات المختلفة، إيماناً منها بضرورة استثمارات بضرورة استثمار طاقات الخير والفكر النير وإيجاد سبل وآليات ومد جسور التواصل مع الجميع، بوصفها منبراً للتعلم وذراعاً للتعايش والسلام، فهي العراق المصغر
الذي يحتضن الأهل من الشمال إلى الجنوب، وهي إذ تستذكر سيرة خير الأنام نبي الرحمة والإنسانية محمد صلوات الله عليه وسلم. يقيناً نستذكر ونحيي هذا الجهد المميز للعتبة العباسية المقدسة في بث قيم الإنسانية والتراحم والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، في خطوة هادفة لتماسك أكبر وتواصل أشمل. إن هذا الحدث الذي تحط أعماله العلمية والثقافية والفنية في جامعة الموصل يشير إلى تلك الروح الوثابة الداعمة لسبيل الخير والرحمة، والتي حث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأهمية تطبيقها خدمة للعراق العظيم ولشعبه الأبي. أهلاً بكم في بيتكم الثاني، بيت كل العراقيين، جامعة الموصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وإلى شهداء مسيرة التضحيات في العراق، نجدد الترحاب بكم أيها الأحبة أيها الكرام في رحاب حضرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، مذ انطفأ المصباح وانتبه الساقي أرقت بقايا الكأس في الرمق الباقي، وشاخ بجفنين الحنين لموعد نذرت له إن حل شعري وأوراقي. أمثل دور الناسكين عن الهوى ويفضحني ما يستكن بأحداقي، إلى أن تبدى صبح فجرك طالعا، إلى أن تبدى صبح فجرك طالعا ينوء بفجر من معانيك دفاقي. إذا حل تقطيع الأكف ليوسف لطاها، إذا ما لاح تقطيع أعناقي. بساقين أمشي وهو غاية منيتي، فكيف إذا التفت الساق بالساقي؟ سأرقى به لله فهو وسيلتي، إذا قيل للناس يوم الحشر من راقي. كلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، يتفضل بإلقائها جناب السيد الدكتور أفضل الشامي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس جامعة نينوى المحترم، السيد ممثل رئيس جامعة الموصل المحترم، الأساتذة الكرام، أصحاب السماحة والفضيلة، رجال الدين، السادة رؤساء العشائر، الضيوف الأعزاء، الطلبة الأفاضل، جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايةً أهنئكم بذكرى يوم المبعث النبوي الشريف، وأنقل إلى حضراتكم تحيات وسلام سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه، وإدارة العتبة ومنتسبيها بهذه الذكرى العطرة، شاكرين لكم تعاونكم في إقامة هذا النشاط هنا في جامعتكم الموقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً، واخترعهم على مشيئته اختراعاً، ثم سلك بهم طريق إرادته، وبعثهم في سبيل محبته،
لا يملكون تأخيراً عما قدمهم إليه، ولا يستطيعون تقدماً إلى ما أخرهم عنه. اللهم وصلِّ على محمدٍ أمينك على وحيك، ونجيبك من خلقك، وصفيك من عبادك، إمام الرحمة، وقائد الخير، ومفتاح البركة، كما نصب لأمرك نفسه، وعرَّض فيك للمكروه بدنه، وكاشف في الدعاء إليك حامَّته، وحارب في رضاك أسرته، وقطع في إحياء دينك رحمه، وأقصى الأدنين على جحودهم، وقرب الأقصين على استجابتهم لك، ووالى فيك الأبعدين، وعادى فيك الأقربين، وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك، وأتعبها بالدعاء إلى ملتك. وصل يا رب على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين قرنت ذكرهم بذكر نبيك، وفرضت ذلك على عبادك في صلاتهم، حيث يقول بعضنا إثناء تشهده في الصلاة وبعد الشهادة لله بالوحدانية وللنبي محمد صلى الله عليه وآله بالنبوة: اللهم صل على محمد وآل محمد، فيما يذكرها آخرون منا في نفس الموضع بقولهم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إذ لا تصح صلاة المسلم بغير ذلك. وأستذكر هنا ما قاله الإمام الشافعي رضوان الله عليه: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله بالقرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وقد وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيهم، يقول فيهم: كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن، إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا. وفي دعاء للإمام السجاد عليه السلام ذاكراً أتباع الرسل ومصدقيهم يقول: اللهم وأتباع الرسل ومصدقوهم من أهل الأرض بالغيب، ضد معارضة المعاندين لهم بالتكذيب، والاشتياق إلى المرسلين بحقائق الإيمان في كل دهر وزمان، أرسلت فيهم رسولاً وأقمت لأهله دليلاً من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله، من أئمة الهدى وقادة أهل التقى على جميعهم السلام. فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان، اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة، والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكانفوه، وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور. أيها السادة الأكارم والأساتذة الأعزاء، تعلمون أن العتبات المقدسة هي مواقع تضمنت أجساد وأولياء الله تعالى، والذين نتعلم منهم معنى الحب لله تعالى، والطاعة له، والاستقامة في الحياة، واحترام الآخر، والحوار، وخدمة المجتمع بما يرضي الله تعالى، انطلاقاً من قول أمير المؤمنين عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وقد دأبت العتبة العباسية المقدسة على التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، ليس الآن بل منذ أكثر من 20 عاماً، سواء في داخل كربلاء أو في خارجها. وكان التواصل مع العشائر والجامعات ورجال الدين من مختلف المذاهب والأديان لشعورها أن مسؤولياتها الدينية والوطنية والموجهة من المرجعية العليا في النجف الأشرف جسيمة لمنع محاولات تمزيق المجتمع العراقي وزرع الفتنة بين أبنائه من قبل جهات خارجية وداخلية. ولكن والحمد لله تعالى،
فقد باءت جميع تلك المحاولات بالفشل والخذلان، وانتصر الشعب العراقي بجميع أطيافه عليها بفضل وعيه ومحبة أبنائه لوطنهم العزيز ولشعبهم الحبيب. في الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان، وخصوصاً إخواننا في فلسطين، ومن يساندهم ويرحم الشهداء برحمته الواسعة، وأن يجمعنا دائماً على محبته، ويرزقنا جميعاً الأمن والأمان، ويبعد عنا شر الأشرار. مكرراً الشكر والتقدير إلى رئاسة جامعة الموصل الموقرة، وإلى الأخوة في شعبة العلاقات الجامعية في العتبة العباسية المقدسة، وإلى كل من حضر وساهم في إنجاح هذه الفعالية المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنالك مشاركة في رحاب تراتيل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله، نافلة مودة وأجر رسالة مع فرقة إنشاد جامعة الموصل الغراء بقيادة الدكتور ياسين محمد الفيصل، فلنكن وإياكم مع هذه المشاركة الطيبة. يا رسول.
جاءت لتعرف سره عشتار، والشوق يمضغ قلبها والنار. جاءت تسائلني فكيف أجيبها، والسر فيه تفكه الأسرار. قالت تكلم عنه، قل لي كلمة أرفق بأعصابي التي تنهار. أنشدتها شعرا أزاح سوادها، فتفجرت في ليلها الأنوار. منذ البداية ذكره ملأ الدنا، فكأنه وسط الرماد سوار. منذ البداية والربيع قميصه من صدره قد فاحت الأزهار. حملته أرض الأنبياء ببطنها، فتكحلت من مهده الأخبار. فتراه في كل العصور مبجلاً، وإلى المبجل بالبنان يشار. البدر خطى على الجبين قصيدة من سحرها قد غنت الأقمار. والشمس إن بلغت مداه تزينت، إن الظلام بمقلتيه نهار. وطني ملامحه براءة يوسف، في حبه امرأة العزيز تحار. منذ الطفولة موطني أنشودة غنيتها، غنت معي الأوتار. وطني إذا سميته في جنة، رقصت بذكر حروفه الأشجار. وطني جبال شماله مرفوعة، وعلى الجنوب تمددت أهوار. بغداد فيه كلوحة شعرية، داخت بروعة شكلها الأشعار. وطني يد إن الأصابع شعبه، أربيل قلب والهوى ذي قار. في كربلاء إذا تألم برعم لأنينه، تتألم الأنبار. في أرضه يبقى التراب مقدسا، وطني ينام بأرضه الأطهار. وطني العراق على تراب جراحه، قد قام بالدم للحسين منار. يا للعراق من الخليقة قمة، من دونه كل الكبار صغار. يا للعراق من البداية منبر، آياته الإجلال والإكبار. هو منهل والماء يشرب ريقه، وطني إليه تعطش الأمطار. هو مذهب والنسف يملأ ثغره، إن الخناجر أهله والجار. لكنه رغم الجراح منارة، وطني اصطفاه الواحد القهار. شكرا. نعم، بالتزامن مع المهرجان الثاني تحت شعار نبي الرحمة، أنتم أيضا هناك معرض للنفائس وكذلك المخطوطات التابع للمتحف الكفيل للعتبة العباسية. أبرز معروضاتكم هنا اليوم هنا في جامعة الموصل. بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي مشاركة متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات وضمن مهرجان نبي الرحمة للموسم الثاني على التوالي. حقيقة مشاركة المتحف تأتي بمجموعة مجسمات هي نسخ طبق الأصل لمجموعة مقتنيات العتبة العباسية، والتي تمثل نسبة أقل من 1%. كذلك يوجد عرض مبسط لمجموعة من الأعمال الفنية التي تمثل إنتاجات الورش الخاصة والتابعة للمتحف، مثل ورشة فن الأرابيسك، كذلك ورشة صيانة وترميم السجادات
السجاد والمنسوجات، بالإضافة إلى عندنا ورشة خاصة بإنتاج الصب والقولبة، يعني تشكل قوالب للقطع الموجودة اللي هي من ضمنها اللي هي معروضات إنتاج مثلا الورش الخاصة بالمتحف، كذلك عرض مبسط للمخطوطات التابع للمخطوطات، وكذلك عندنا مجموعة مبيعات كهدايا أو تذكارية تمثل هذا الإنتاجات العتبة العباسية. نعم، الأعداد حاليا للصور والمجموع الكلي للصور وكذلك المقتنيات المعروض هنا في أرض المعرض. المجموعة المعروضة قلت لك هي مقتنيات طبق الأصل، احنا مختارين نموذج من كل قطعة، مثلا الأسلحة قطعة، مثلا الشمعدانات، الأدوات السقاء، فن الأرابيسك، تمثل نسبة كلش ضئيلة. هي تأتي هذه المشاركة يعني للعرض، الهدف عرض ما موجودات في متاحف العتبات خاصة المتحف الكفيل التابع للعتبة العباسية. نعم، الهدف كما ذكرت بأنه معرفة أو مشاهدة الطلبة لهذه المقتنيات. بالضبط، هو هذا الهدف الأسمى، يعني معرفة ما موجودة في المتاحف، وهو كذلك وسيلة لربط بين الجامعات والعتبة العباسية. كيف وجدت الإقبال يعني كمشاهدة الطلبة وكذلك الأساتذة لهذه المقتنيات؟ الحقيقة أنه يعني الجمهور من الطلاب وهذه كان يعني العدد كبير جدا، كذلك انبهارهم بما موجودات والأعمال اللي هي الخاصة بالمتحف، يعني أتت ثمارها إن شاء الله. هذه ليش اختاريتوا جامعة الموصل خاصة هنا في هذه المنطقة؟ من مبدأ هو التعاون موجود اللي هي تقيمة العتبة العباسية واللي تمثلها شعبة العلاقات الجامعية. طبيعة مشاركتنا تعكس تطور الآثار في العراق القديم، وهذا عمل طلاب طبعا، هذا كله جهد طلابنا في ورشات العمل التي أقيمت في كلية الآثار جامعة الموصل. عبارة العفو النصوص هي تدوين الطلاب بالعصور المختلفة في العصر السومري والعصر الآشوري والعصر البابلي القديم، كذلك عكست المنحوتات التي كانت تدون على جدران المعابد والقصور طبيعة آثار العراق القديم والمأدبات والاحتفالات بالانتصارات، وكذلك الرؤوس الصولجانات وبطات الوزن، وكذلك الخوذة الذهبية التي كانت للملك الأكدي آنذاك، إضافة إلى ورشة عمل أقاموها الطلاب لتدوين أسماء المشاركين وأسماء الحضور بالخط المسماري واللغة السومرية والأكادية. هاي الآثار هل للموصل أم لكل العراق؟ لا لا، يعني من الجنوب إلى الشمال، يعني من العصر السومري أنا ذكرت إلى العصر الآشوري، يعني من جنوب العراق إلى شمال العراق إلى بلاد آشور. بماذا يتميز هاي؟ يتميز بأنه التعامل المباشر مع جميع الثقافات ومع جميع المكونات في المجتمع العراقي القديم، وحاولنا أن نعكس طبيعة آثار العراق وإلقاء الضوء عليها وإلقاء الضوء على عمل الطلاب ونشاطاتهم المختلفة. الرحمن الرحيم.
في مهرجان نبي الرحمة المقام في جامعة الموصل بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة، كان نصيبنا إقامة المعرض الخاص بالمخطوطات والوثائق في جامعة الموصل. استعرضنا جزءا من المخطوطات والوثائق والمواد التي تستخدم في ترميم المخطوطات وأدوات الكتابة، وكذلك بعض البوسترات الذي أقامها المركز، ونحن مركز الفضل للصيانة وحفظ التراث المخطوط، يعني دائما يهتم بالمخطوطات والوثائق وترميمها، وكذلك نقوم بعدة أعمال ومعارض داخلية وخارجية وإقامة بعض من الدورات. وشكرا. أبرز ما تم عرضه اليوم هناك يعني في المخطوطات القديمة والتاريخية والثرية؟ والله يعني استعرضنا جزءا من المخطوطات، يعني مو المخطوطات الأصلية، لأن المخطوطات الأصلية ما قدر نطلع من الحصينة، لأن لازم أكو فد أجواء مناسبة. فاستعرضنا مثلا بعض المصورات والنفائس للمخطوطات والوثائق. أبرز يعني ممكن أسماء مثلا المخطوطات يتعلق بماذا؟ نعم، المخطوطات أغلبيتها يعني يا أما القرآن الكريم أو بعضها مثلا تخص بالقانون والحساب والرياضيات والطب، وعدة مخطوطات في شتى المجالات.